على خلفية الحكم القضائي الصادر بحق النائب السابق مسالم البراك اليوم، والذي قضى بسجن 5 سنوات بتهمة المساس بالذات الأمرية، شدد نواب على ضرورة احترام أحكام القضاء المشهود له بالنزاهة، كما طالبوا في الوقت نفسه بعدم التشفي بمن تصدر ضده أحكام سواء كان من المواطنين أو المقيمين، مشيرين أيضا إلى أن توجيهات سمو الأمير كانت واضحة حينما أكد سموه أن القانون سيطبق على الجميع. دولة الكويت هي دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة دستور، يحترم ليس بالمزاج وإنما يجب أن يحترم في كل الحالات، وكذلك فيما يتعلق بما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام لا يجوز بأن نمتدحها عندما يكون الحكم لصالحنا، وعندما يكون الحكم مغاير لذلك نطعن بالسلطة القضائية. الطعن بالسلطة القضائية معناته هدم أساس من أسس دولة المؤسسات ودولة القانون، فتظل السلطة القضائية سلطة محترمة ومقدرة وتمثل فعلا حقيقة وواقعا القضاء الشامخ. مرفوض تماما عملية التشفي بمن تصدر ضده أحكام أيا كان، سواء على المواطنين من أي فئة كانت أو على أي إنسان مقيم على هذه الأرض. نحن نحترم أحكام القضاء. حكم صدر اليوم هذا ليس بمعنى أن احنا نجعل هذه القضية هي كمادة لكي نستفيد منها أو لكي يتم عملية التشفي. ما صدر بالنسبة للنائب السابق السيد مسلم البراك هي أحكام قضاء تحترم وتطبق على الجميع، وخطاب سمو الأمير الماضي خطابه كان واضح، قال القانون سوف يطول الجميع، الكبير قبل الصغير. ولمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل قناة الكوت سعدون محمد. سعدون، هل تم الإفصاح؟ سعدون، هل تسمعني؟ نعم تفضل. نعم معاش، تفضل يا جنات. نعم تفضل يا جنات، معاش. نعم نعم. كيف هي الأوضاع الآن؟ بداية منذ أن صدر الحكم بالدرجة الأولى صباح اليوم على النائب سلم البراك منسق عام ائتلاف المعارضة، انطلقت دعوات مختلفة للتجمع أمام منزل النائب السابق سلم البراك. ومن المختلف في هذا التجمع حيث كرر بعض الشخصيات النيابية السابقة بالإضافة إلى بعض الشباب الناشطين نفس خطاب مسلم البراك الذي ألقاه في ندوة كفى عبثا في 15 أكتوبر الماضي، أي نفس الخطاب بالضبط الذي حكم من أجله اليوم كرمزية للتضامن مع مسلم البراك أمام الجموع المتواجدة هنا أمام مسلم البراك منزل بيت النائب مسلم البراك. نعم، برأيك سعدون ما هي طبيعة الحراك التي تقوم به المعارضة الآن؟ إلى الآن يتم تكرار نفس الخطاب من بعض الشخصيات، ولم يعرف إلى الآن ما هي كيفية الفعالية إلى أين ستتجه، ولكن من المتوقع أن يكون هناك مسيرة حاشدة من الجموع المتواجدة هنا قد تتوجه إلى الدائرة الخامسة المقابل إلى مدينة الأندلس، منطقة الأندلس، قد تتوجه إلى منطقة العرضية أو تتوجه إلى ناحية السجن المركزي. إلى الآن لم يتضح، ولكن من المتوقع أن يحدث هكذا. هل تم الإفصاح عن برنامج معين للتحرك هذه الليلة؟ قد يكون هناك مسيرة ومسيرة احتجاجية تقطع طريق الدائرة الخاصة، قد يكون اعتصام مبيت أمام منزل النائب السابق مسلم البراك. إلى الآن لم تتضح الرؤية، ولكن قد يكون هذا الأمر جائز.